علم قديم بيهتم بأحوال الغلاف الجوي، بيعتمد على مجموعة من التخصصات العلمية المهتمة بدراسة المناخ والتنبؤات. سنة 350 قبل الميلاد أرسطو أسس أول كتاب بخصوصه وسماه ميتيوروليجيا، المعروف بين الناس بمصطلح الأرصاد الجوية. هذا العلم واسع وكبير، وحتى أنه مهم بالكثير من الأمور بحياتنا اليومية ووضع الخطط الزراعية وحتى للسلامة الجوية والبحرية، إضافة إلى التحذير من الكوارث الطبيعية. طبعاً بالنسبة لطبيعة العمل، هي بالدرجة الأولى بتحدد الاختصاص، فالعمل هو عبارة عن خلية عمل متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من قبل زملائنا الرصاد الجويين بالمحطات المنتشرة أو الموزعة جغرافياً ضمن ترتيب محدد. هذه المحطات تقوم بأخذ القراءات الأولية للطقس بشكل دوري ودائم، تقريباً كل ساعة أو كل 3 ساعات. بتم جمع هذه المعلومات ضمن مراكز متخصصة وتحويل هذه المعلومات على خرائط مشان القدرة التعامل مع هذه المعطيات الأولية بشكل واقعي. زملائنا بالجغرافيا دائما بيهتموا بدراسة تفاصيل سطح الأرض وما لها عليه، أكيد بيهتموا بالعناصر البيئية ولكن بشكل مقتضب نوعا ما. أما بالنسبة للأرصاد الجوية كما ذكرت سابقا، فهي دراسة كافة العوامل الجوية من سطح الأرض وحتى طبقات الجو العليا. لازم نتعامل من ضمن منطلق رياضي بالدرجة الأولى، لازم يكون عندنا إدراك كامل لفيزيائية الغلاف الجوي بالدرجة الأولى وتأثيراتها بكل جوانبها. بالإضافة كمان لازم يكون في عندنا تعاطي مع المتغيرات أو عناصر الجوية، لازم يكون ضمن معادلات رياضية بالدرجة. أنشأت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 1950 تاريخ 23 مارس آذار من كل عام كيوم مخصص للاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وشعار عام 2021 المحيطات وعلاقتها بالمناخ والطقس. والهدف من هاليوم هو تسليط الضوء على إنجازات هالعلم والمساهمة اللي بتقدمها الخدمات الهيدرولوجية وتنبؤات الطقس لسلامة المجتمع. القياسات تعتمد على محطة ضمن مكان جغرافي مدروس، يتم تجهيز هذه المحطة بأسلوب علمي محدد يخدم واقع عمل الأرصاد الجوية من خلال تجهيز منطقة لحقل خاص بالأجهزة الرصد الجوي. هذه الأجهزة بالدرجة الأولى بتعطينا القراءات المبدئية الحقيقية والواقعية بالنسبة لدرجات الحرارة، الرياح، الرطوبة، بالإضافة إلى الضغط الجوي وعدد آخر من المعطيات مع اختلاف هذه المنطقة وتقسيمات هذه المحطة. علم الأرصاد الجوية مع مرور الوقت شهد العديد من التطورات بشبكة مراقبة حالة الطقس يلي بتتسمى محطات، إضافة للتقدم الكبير بالتنبؤ بأحوال الطقس وخاصة مع تبدل حالة من الخارطة الورقية لخارطة جاهزة على الحاسب الإلكتروني بالقرن 20.